أهلا بكم مشاهدينا. جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة رفضه اندلاع أي معارك جديدة في البلاد. وخلال اجتماع مجلس الوزراء انتقد دبيبة الأطراف التي تتحدث عن الحرب والقتال ودخول طرابلس، ودعا لإجراء انتخابات تنهي المرحلة المؤقتة. لا يمكن أن نسمح حتى بين أنفسنا أن نتكلم على أن نساهم أو نتكلم عن الحرب بين الليبيين مرة أخرى. كفانا حرب، كفانا دمار، كفانا قتال، كفانا انشقاق، لنجلس على طاولاتنا وكراسينا ونتكلم وهذه اللغة عن الانتخابات. قالت نقابة موظفي قطاع النفط في ليبيا في تصريح للتلفزيون العربي إنها حصلت على صور عن تعرض أنابيب نقل النفط لأضرار وتخريب من محتجين. أضافت أن بعض الأنابيب بيعت عقب توقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات. على خط الأزمة لا يزال النفط الليبي، بل صار ورقة الضغط الأقوى. فالمحتجون الذين أقفلوا الحقول والموانئ منذ شهر ونصف يطالبون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بتسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتح باشاغا مقابل إعادة ضخ النفط. نقابة موظفي القطاع تتخوف من حجم الأضرار التي لحقت بخطوط الإمداد عقب الإغلاق. وصلتنا صور بال 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 بالامر هذا، يعني وصلتنا صور ان في ناس يعني تخرب واعتدت على خطوط المد والانابيب وقصتها وشحنتها خرده. ورغم مطالبه فتح باشاغا سابقا بفتح الحقول واعلان ما يسمى تكتل الحقول النفطيه فتح الحقول استجابه لمطالب رئيس مجلس النواب عقيل صالح، فان شيئا لم يحدث. إقفال يرى مراقبون أن مفاتيحه دولية. إذا لم يتم توافق دولي فستكون الأزمات كبيرة جدا، والحلقة الأضعف هي ليبيا، لأن لا توجد حكومة مسيطرة، جماعات مسلحة، استفزاز للجميع الحكومات. ما بين 50 إلى 60 مليون دولار يوميا هي تكلفة خسائر الدولة الليبية جراء إغلاق الحقول والموانئ بحسب وزارة النفط. كما أعلنت شركة الكهرباء فقدان 600 ميجاوات نتيجة توقف إمدادات الغاز، ما يعني انعكاس الأمر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية. يقول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن حكومته ستكثف العمل مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكالية في أقرب وقت، فيما يرى مراقبون أن الأزمة ستتطور ما لم تتم إعادة ضخ النفط من جديد. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس. من طبرق ينضم إلينا السيد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي. أهلا وسهلا بك معنا في العربي سيد فتحي. أود أن أبدأ معك بالحديث عن الجدل الذي أثاره حديث السيد عقيلة صالح في سرت، عندما قال بأن طرابلس لا يمكن دخولها إلا بموافقتها حسب ما قال، إلا بقتالها أو موافقتها، بالإشارة إلى المجموعات المسلحة. كيف لا نفهم أن في كلام السيد صالح تصعيد وتلويح بالعودة إلى القتال مجددا؟ أولا مرحبا وأهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة وبالسادة والسيدات متتبعي قناتكم المعقرة. معك فتحي عبد الكريم المريمي من مدينة طبرق. علي حال ما أشار إليه فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حول الوضع في مدينة طرابلس عاصمة ليبيا، قال بأن لا يمكن الدخول إلى العاصمة إلا بالقتال، ولكننا لا نريد القتال. يعني يجب يعلم الجميع أن منذ أكثر من سنة ونصف من أطلق مبادرة السلام هو فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وبالتالي لا يحرض على الحرب ولا يحرض على القتال ما بين الليبيين أبدا. ولكن ما قاله قال بأن طرابلس هي محتلة من مجموعات مسلحة خارجة عن القانون. لا يمكن عمل أي حكومة كان في طرابلس في وجود هذه
الميليشيات، وهذه الميليشيات لا تخرج إلا بالقتال، ونحن لا نريد قتال. سيد المريم، هناك طريقة أخرى للدخول إلى طرابلس، وهي القبول بإجراء انتخابات. لماذا كل هذا الإصرار على دخول طرابلس دون يعني القبول بإجراء هذه الانتخابات التي تم التوافق عليها في اتفاق جنيف الذي يقترب الآن من انتهاء مهلته في في 21 من الشهر الجاري؟ والله طبعا قضايا كثيرة واجهت المفوضية العليا للانتخابات هي التي منعت الانتخابات في 24 ديسمبر، ولكن مجلس النواب لم يعرقل ولم يقوم بأي يعني أسلوب كان من جانبه بحيث أن هذه الانتخابات تلغى، بل بالعكس مجلس النواب بادر بإصدار قوانين انتخابية لرئيس الدولة وللبرلمان الجديد. أصدر قانون رقم واحد ورقم اثنين. قانون رقم واحد يتعلق بانتخاب رئيس الدولة، والقانون رقم اثنين يتعلق بانتخاب مجلس نواب جديد. وهذا دور مجلس النواب في العملية الانتخابية، وأعطى الإذن حتى للمفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تقوم بالعملية الانتخابية. ولكن قبيل 24 ديسمبر أعلنت المفوضية بأنها عاجزة ولا تستطيع القيام بالعملية الانتخابية على اعتبار أن هناك عراقيل وصعوبات واجهت هذه المفوضية، ليست من مجلس النواب ولكنها من جهات أخرى. من هي الجهات؟ الجهات التي اقتحمت المفوضية في طرابلس، الجهات التي منعت المفوضية بالرسائل وبالتهديد بأنها لا تجري هذه الانتخابات. أما مجلس النواب لم يقم بذلك، مجلس النواب ساعد وعاون المفوضية العليا للانتخابات من خلال إصدار هذه القوانين، من خلال إعطاء الإذن لها أن تقوم بعملية الانتخابات. طب سيد المريمي، الآن كما ذكرت مع الاقتراب من انتهاء أجل اتفاق جنيف في 21 من هذا الشهر، تتجه الأنظار إلى القاهرة التي تستضيف الجولة الثالثة الآن من المفاوضات بين مفاوضات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية والاتفاق عليها من أجل إجراء الانتخابات. هل برأيك يعول على هذه الجولة لحسم الخلاف؟ هو صحيح أنه من المفترض أن نعول على هاتان اللجنتان التي سيجتمعان في القاهرة المدة القريبة القادمة. هذه طبعا مسؤولية كبيرة لدى لجنة مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة من أجل وضع قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يتكون من خلال إعادة صياغة بعض مواد مسودة الدستور، ويتم عرضها على الشعب الليبي من أجل إقرار مسودة الدستور من عدمه، أو إذا لم يتم الاتفاق على صياغة يعني موحدة ومتفق عليها في النقاط الخلافية في الدستور الليبي، بالتأكيد حيتجهون إلى إقرار قاعدة دستورية من أجل الانتخابات فقط، وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. قد تكون من هاتان اللجنتان أو قد يتم تشكيل لجنتان يعني غير هاتان اللجنتان يعني. طب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سيد المريمي، ما هي الخيارات أمامكم الآن؟ يعني كما ذكرت تقول بأن الحديث أو الكلام عن العودة إلى المواجهات المسلحة هو أمر غير مطروح، لماذا الحوار إذن أو العودة إلى طاولة المفاوضات مع كل الأطراف غير مطروحة أيضا؟ لا هناك يعني اتصالات كثيرة يعني بين الأطراف الليبية حول يعني إجراء حوار وإطلاق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا. الأمور يعني ليست متروكة حقيقة، يعني الليبيين عايشين همومهم، ولكنهم يعني مختلفين يعني في بعض الأمور نتيجة التدخلات تقدر نقول الأجنبية، وكذلك عدم الثقة يعني عند بعض الأطراف، لأن يعني الليبيين جميعهم مأمومين بعملية إنهاء يعني الخلافات والقضايا من أجل يعني توحيد وجهات النظر من أجل إطلاق انتخابات رئاسية وبرلمانية في القريب العاجل، وكذلك من أجل أن تستقر الأمور. يعني ليبيا خلال 11 عاما يعني فعلا تأخرت كثيرا في عدة أمور، وهناك يعني فقد كثير في شبابنا الليبي، وكذلك هناك يعني
تدمير في عدة بنى تحتية في عدة مدن، وهناك قضايا كثيرة حقيقة. الشعب الليبي بدأ يعي جيدا بأن هذا يعني لا بد والخروج من هذه الأمور، ولا بد من الاتفاق والوفاق ما بين الليبيين. ولو أن يعني هناك يعني في بعض الأقاليم من يدعو إلى الفيدرالية، وهناك حتى أصوات أخرى يعني بدأت تظهر من أجل الانفصال يعني حتى بالمرة، ولكن لا زال البعض يعني من الوطنيين ورؤساء الأحزاب والمشايخ والعمد والأعيان والحكماء لا زالوا يعني لا يؤيدون مثل هكذا يعني منداء. لو أنها بدأت تظهر وبدأ الصوت يعلى حول الفيدرالية وحول الانفصال يعني في بعض الأقاليم. شكرا جزيلا لك سيد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، كنت معنا من طب